حقل الذرة هو حقل مهم، وإن كان النوخذ أيضا حقل مهم بعد الاكتشافات الأخيرة، ولكن هل لا زالت الإشكاليات قائمة؟ هل ستواصلون التعاون مع السعودية مثلا بعيدا عن إيران فيما يتعلق بالاستثمار في هذا الحقل، خاصة بأننا نتحدث عن حقل استراتيجي بالنسبة للكويت وبالنسبة للسعودية أيضا؟ حقل الدرة هو حقل مشترك كويتي سعودي، وجميع الخطوات تتخذ من قبل الكويت والسعودية معا، والطرفين متفقان تماما على الخطوات القادمة. فكما ذكرت أن نستكمل في الوقت الحالي الدراسات الهندسية، ومن ثم ندخل في إجراءات ما بعد اللي هي الدخول في تطوير الحقل. فهذا من الحقول اللي هي استراتيجية كما ذكرت حضرتك للدولتين، والدولتين متفقين على كل شيء. يعني مستمرين رغم التحديدات؟ مستمرين حسب التوجيهات اللي تأتينا من قبل الحكومتين، الحكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية. فالحكومات متفقة وأعلنت كذلك عن المضي قدما في المشروع.